حول الموضوع تشرف بحضور الأستاذ في العلوم الاقتصادية سيد عبد الرحمن عيا. أهلا بك سيدي الكريم. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. شكرا لك أنت على الحضور. كما استمعنا تصريحات عبد الملك سلال، الحديث أنه تصريحات غير متوقعة اليوم، أي بوصلة تحكم الاقتصاد الجزائري؟ يعني دعنا نكون أكثر واضحين ولنقل بأنه يعني الخطاب الذي ألقاه السيد الوزير الأول فيه جانبين، الشق الأول هو شق سياسي فيه يعني طمأنة لمختلف الفئات الاجتماعية بأنه يعني التراجع الكبير والتهاوي لأسعار النفط لن يكون لديه تأثير على الوضعية الاجتماعية، لأنه ركز يعني على أكثر حول تسريح العمال وغلق المؤسسات، لكن من الناحية الاقتصادية يعني الأرقام مخالفة لتلك التصريحات. اليوم الأسعار تشهد استقراراً في مستويات متدنية، في علم الاقتصاد البترولي نقول بأن هناك استقرار في مستويات متدنية، يعني حوالي من 45 إلى 50 دولار للبرميل. هذه الـ يعني الفرشات هذه صراحة لا تخدم الاقتصاد الوطني، لأن الاقتصاد الوطني كما سبق وأن ذكرنا في العديد من المناسبات أنه شهد وتيرة تصاعدية كبيرة فيما يخص سواء النفقات المتعلقة بميزانية الدولة أو الإرادة أو يعني تلك المتعلقة بعمليات الاستيرادية. يعني حتى نصل إلى عدم تجنب يعني وعدم يعني الوقوع في شدة الأزمة المالية لابد لسعر البرميل أن يكون في حدود 100 دولار للبرميل. هذه المعطيات الأولية الاقتصادية. مدة سنتين لماذا لم نشعر بالأزمة؟ نحن حاليا في أزمة، ولكن هناك ما يعرف بالواقع الصدمات، لأنه احنا عندنا صدمة بترولية تراجعت الأسعار إلى ما دون 30 دولار، وهذه صدمة بترولية. إذا لماذا هذه الصدمة لم يكن لديها انعكاس مباشر على الوضعية الاجتماعية؟ لأن الوضعية الاقتصادية تضررت، ودليل ذلك أن المؤشرات الاقتصادية على المستوى الكلي كلها تسجل أرقاما سلبية، و25 مليار دولار هو عجز في ميزان المدفوعات، لم يسبق للجزائر أن سجلت هذا الرقم. قلنا لم يشعر بهذه الصدمة لأن هناك الواقي البارشوك لمنع هذه الصدمة. هذا أي مدى يصمد هذا الواقي؟ يعني نحن يعني نتعجب شيئا ما من القراءة السياسية للواقع الاقتصادي. إذا قلنا بأنه هذا احتياط الصرف الذي وصل حسب تقرير بنك الجزائر في مارس 2014 حوالي 195 مليار دولار باستبعاد يعني الذهب، لأنه الذهب يحسب أيضا في احتياطي الصرف، 195 مليار دولار تراجع اليوم إلى حدود 130 دولار. إذا هذا التراجع بنسبة 65 مليار دولار، هذا تراجع في ظرف سنتين، هذا تراجع كبير جدا. إذا لو حسبنا إلى السنتين القادمتين 2018 سنصل إلى مثلا مستويات إلى 70 مليار دولار. إذا لا يبقى هذا الاحتياطي الصرف الذي اليوم الحكومة تعتبره بأنه الواقي الصدمات. إذا فصلنا في الكلام تاع الوزير الأول ويعني تعمقنا أكثر وقلنا بأنه يقول بأنه يعني لن يتضرر المجتمع الجزائري إلى غاية يعني 2018، إذن هل الحكومة تملك البدائل لعدم تأزيم الوضع الأصل الذي يعرف أزمة اقتصادية؟ إذن حتى لا نبقى يعني نسحب من احتياط الصرف وحتى يبقى هذا الواقي لعدم انتقال الأزمة الاقتصادية إلى أزمة اجتماعية، لابد أن تكون هناك بدائل. إذا رحنا لهذه البدائل، السؤال الجوهري اليوم الجزائر 98% من مبيعاتها قطاع المحروقات، وحتى 2% الأخرى فيها مصادرات تقوم بها شركة سوناطراك. يعني باش نكونوا واضحين، ما هو المنتجات التي تنتج محليا ويمكن بيعها في الأسواق الأجنبية لجلب العملة الصعبة حتى نبقى يعني نراكم الفوائض على مستوى احتياط الصرف؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي نسأل إليه الحكومة. لا نجد أي منتوج جزائري، لا في القطاع الزراعي، لا في القطاع الصناعي، لا في القطاع الخدماتي، لا حتى في السياحة. أنا صدقيني نفتح القوس يعني وإن كانت نكتة، أتعجب لبعض الوسائل الإعلام التي تقوم بالترويج إلى سياحة في دول مجاورة. غريب، من المفروض أننا يعني نشجع السياحة ونقوم بالترويج والعمليات التسويقية على الأقل لعدم استنزاف العملة الصعبة. الصورة نقطة أخيرة وباختصاص سيد عبد الرحمن عيا، عندما يقدم الوزير الأول تصريح مماثل، هل يعني هذا بأننا سنواصل اعتمادنا على الاقتصاد الريعي؟
عمليا وعلى المدى القصير ليست لدينا بدائل. هو قال الجبال البترولية، يتكلم على أرقام متعلقة بالجبال البترولية، إذن حتما سنبقى نستمر في التبعية لقطاع المحروقات. اتضحت الصورة. الأستاذ في العلوم الاقتصادية سيد عبد الرحمن عيا، جزيل شكرك على هذه الشروح.